إصابة عنصرين من قوات النظام بجروح خطرة برصاص مجهول قرب مخفر مدينة داعل في ريف درعا. الجبهة الوطنية لتحرير توقع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام على محوري القصابية وكفرهود بريف حما الشمالي. مقتل مدني من مدينة حلفاية شمال حما جراء قصف مدفعي لقوات النظام على منطقة راشدين غرب حلب، وطيران النظام يقصف مدينة معارة نعمان جنوب إدلب ويوقع جرحى في صفوف المدنيين. الدفاع المدني يخمد حريقا في مستودع أعلى في بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي بعد تعرضه للقصف من قبل قوات الأسد، وإخماد حريقين آخرين أحدهما في محل وقود في مدينة الباب والآخر في منزل سكني بمدينة الأتارب بريف حلب. الشرطة التركية توقف 16 مشتبها به في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة انفجار السيارة بقضاء الريحانية جنوبية تركيا يوم الجمعة الماضي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن تحضيرات متواصلة لشحن منظومة S-400 الروسية إلى تركيا، ويشدد على أن تحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركية. ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية لتسجل 582 ليرة مقابل الدولار و654 أمام اليورو و100 ليرتين أمام الليرة التركية.